السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم سنشرح استدعاء الريتشوال، ريتشوال سامون. سويت مجموعه ريتشوال عشان اشرح لكم استدعاء الريتشوال. يحتاج الى ورقه ريتشوال خاصه، وحش ريتشوال، وراح اشرح كيف طريقه الاستدعاء. فطريقه الاستدعاء مره ممكن تكون صعبه، يعني انه في اوراق ريتشوال متعددة كثيرا، بس يعتمد الريتشوال يعني على ドロー。モンスターで大レクターアタック。読み通りです。リバースカードで。行きましょう。私のターン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 。私
モンスターを攻撃表示でショットアンエンドで頑張るよ。私のターン。ドロー。モンスターを伏せるよ。ターンエンド。私のターン。ドロー。カードセットです。それでは。モンスターを攻撃表示バトル。バトル。行きます。モンスターで攻撃です。بيدي لين ما أتحب وحش أرد طبعا إيكي مسيو مونستر شوتو يا باي كامو تان شوريو إيكي مونستر وكوغ ريباس كاردو أوبن تراب حتو كيك داكرا ماهو حتو كاردو سيري تان يندو واتاشي نيوا يو نو دونا سنجتس مو درو ده هادي バトルさあ、モンスターで攻撃。私もちょっとやばいかも。ターン終了。お願い、モンスターを攻撃表示で召喚。リバースカード、トラップ発動。モンスター効果発お願い。モンスターをとターンエンド。私にはユウの心がよドローで。カードセットです。ちょっとやばいかも。ターン終了。もう一度このハイハラカラキラメンのセルフトラッシュ。あのスターズ。モンスターをセット。ハラカラコンピン。ラテンズのあのスターズマイヤル。ターンエンド。私にはユウのどんな戦術。ドローで。バトル。行きますよ。モンスターで行きますよ。モンスターで。ちょっとやばいかも。ターン終了。私のターン、ドロー。ターンエンド。私にはユウの心が読む。ドローで。ちょっとやばいかも。ターン終了。ドロー。ターンエンド。私にはユウの心が読め。ドローで。ちょっとやばいかも。終了。あたしのターン。ドロー。ターンエンド。私にはユウのどんな戦術もドローで。ちょっとやばいかも。ターン終了。あたしのターン。ドロー。モンスターを伏せるよ。ターンエンド。私にはユウのどんな戦術ドローで。手札から意識魔法を発動します。手札から意識魔法を発動します。それでは。モンスターを儀式召喚です。
مونستر كوكا هاتو تعطي قدرة وإلى ما تقدر تدور الوقود قدام القدرة تكون قدراته مونستر كوكا هاتو غير عن ما يكون عنده أي قدرة معينة يعني هذا الوحش لا ما استخدمت يعني كان شيريو قدراته ما راح تحتم あ、セリオ。さあ、ちょっと戻ろう。ターンエンド。私には言うのどんな戦術ドローで。さあ、バトルでいきます。モンスターコーカー発動。ちょっとやばいかも。ターン終了。 あ、ターン終了。私には言うのどんな戦術ドローで。バトル。行きますよ。モンスターで攻撃。ちょっとやばいかも。ターン終了。ドロー。ターン終了。私には言うの心が読めドローで。 バトル。行きます。モンスターで攻撃。行きますよ。モンスター効果発動。ちょっとやばいかも。ターン終了。私のターン。ドロー。バイ。やに、これ当たった。 私には言うのどんな戦ドローで。手札から儀式魔法を発動します。モンスターを儀式召喚で。さあ来なさい。幻想モンスターサクリファイス。 バトル行きます。モンスターで攻撃。さあ。秘密。わあ。 ذاكركم يا شباب هذا هو الحدث يعني يتكلم عن لا طبعا لين تعرف المواجهة اللي صارت بين هذول طبعا أنا ما عندي زار ولا عندي هذا بس راح نسحب شوية أوراق وحاول أحصل على هذا التنين الآسن المادي أو ما أعرف إيش هو اسم ولا بالعرض بس نزار حصل صنع على جيب طبعاً ما عارف يعني إني أضيع الوقت طبعاً يعني ما عندي زهر علشان هذا يعني راح أنقل المقطع وطبعاً التربودول هي عبارة عن سباق درجات واللي تابع عالم فايديس روح تابع عالم فايديس أو روح لشخص راح يشرح لك التربودول باختصار هي راح أنزل مقطع عن هذا الشيء رح نزل مقطع عن شرح التربودول وباي يا أصدق باي يا أحلى متابعين شكرا لكم وصلتوني ل71 مشترك وأتمنى أن نوصل 100 مشترك قبل ما نهاية السنة وباي